أمامية الكرة لبوشعيب. يثبت بوشعيب ويمر بوشعيب. تقريبا الكرة خرجت إلى خارج الملعب رمية جانبية مع بطاقة صفراء لأسامة المونة. بطاقة صفراء رابعة في هذا اللقاء وهي من نصيب أسامة المونة. لأن الكرة يعني ورغم خروجها إلى خارج الملعب ولكن يعني كانت تدخل عنيف. الاتفاق على مرة ثانية. اوه تصرف غير سليم من أسامة المولد، وكان رحيما به حكم المباراة بإخراج البطاقة الصفراء. كان رحيما به. لا لا يا أسامة، والله لا يا أسامة، غيرك ما نلومه، لكن انت نلومك، انت لاعب كبير ولاعب دولي ونجم. فيصلي واللقطة الماضية التي كانت مع أسامة، أسامة وعلي الكديسي و لا لا لا، هذه اللقطات وهذه اللقطة لا نتمنى أن نشاهدها، وبالتالي يعني لقطة ربما كان أسامة أوساوي داعس على اللاعب الفيصلي بشكل ربما بشكل حاجم، بالشكل اللي تشوفه أمامنا الآن بتستحق، يعني تستحق البطاقة الحمراء. يعني مثل هذه اللقطات تحدث في مصارعة، ما تحدث في كرة قدم. أول نقران شوط ثاني اتحادي، صدامة بين أسامة المولد وحسن الصبح. اتوقع ان مع الوقت ان شاء الله على وقت الحصاد لكاس الملك للتصفيات النهائيه للاسيا المجموعات، اتوقع راح يكون وضحايا جديده من ضحايا أسامة المولد. دام ضربك في الصينيين يا المولد ما عندنا مشكله، لكن في التمرين تضرب عبد الغني الله يهديك. راح فيها البرازيلي سلام الثاني يطيح. عاد نشوف هنا أسامة سوى لهم شيء ولا هالمره على نور. الله عليه ضايع. ارفع 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 صوت الجمهور، خلي الناس تعيش. العتب يكون كبير على اللاعب الكبير، لأن أسامة لاعب كبير.